عاجل وفاة الإعلامية والصحفية حورية عياري بعد صراع طويل مع المرض. إليكم التفاصيل وسبب الوفاة. توفيت في اليوم الجمعة الصحفية بقناة الشروق نيوز حورية عياري بعد صراع مع المرض، ورحلت الفقيدة عن عمر يناهز 53 سنة وفقا لما أفادت به الإذاعة الوطنية. وغادرت عياري إلى الرفيق الأعلى بمسقط رأسها في ولاية عنابة شرق الجزائر. حورية عياري اشتغلت كصحفية ميدانية في عدة وسائل إعلامية بما في ذلك صحيفة اليوم والفجر والشروق، ونعى صحفيون وإعلاميون زميلتهم وأعربوا عن عمق حزنهم بهذا المصاب جلل. نحن نتقدم بأحر التعازي لعائلة الإعلامية حورية عياري، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الخبر العاجل. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.